ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وبألف صحة. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم، ونعاد عليكم يا رب بألف خير وبألف سعادة وصحة وسلامة. النهاردة انا هشرح لكم ابليكيشن الاسكتش بوك اللي انا غالبا برسم عليه. انا عندي اتنين بس، هبدأ حاجة حاجة معاكم. في ناس كتير شايفة انه صعب وادواته كتيرة ومش سهل ان هي ترسم عليه. الموضوع سهل جدا، الموضوع كله محتاج ان انت تتعود على اماكن الحاجات اللي موجودة. طيب انا هبدأ معاكو اول حاجة بالخانة اللي فوق ديت، اللي هيعرض عندي فيها ان انا اعمل سكتش جديد، صفحة بيضة جديدة ارسم فيها من اول وجديد. طيب ممكن اعمل حاجة تانية، ان انا اضيف صورة عندي من الجاليري ارسم بيها احطها قدامي وكده، او اني احفظ الشغل بتاعي، او اني اضبط اعدادات البرنامج الموجودة عندي. وفي حاجة اخيرة تحت كده، ده مركز الدعم ممكن تلجأ له لو في اي مشكلة في الابليكيشن. نبدأ بالخانة اللي بعديها ديت. زي ما انتم شايفين ادوات، اول اداة هتكون اداة قص ولعب شوية. انا مش بستعملها ولكن انا هعرضها لكم. انا ممكن ارسم شكل عادي زي ما انتم شايفين، او اني ارجع تاني مثلا اغير الرسمة بتاعتي، او اني اضيف للرسمة اوسعها شوية، او اني اقص منها لجوه. تمام، زي ما انتم شايفين كده عادي. انا بعيد ارسم اهو وبزود عليها، او اني اقص منها. الاداة دي انا مش بستعملها. طيب ديت ممكن انا احرك بيها الشكل اللي انا عملته، ممكن اطلع شوية بس مسافات بسيطة من الاسهم الموجودة ديت، حاجات يعني تديك دقة اكتر شوية. زي ما انتوا شايفين كده تمام. هي ملهاش لازمة، انا مش بستعملها عامة. هاجي للي بعديها، دي اداة ان انا بحرك اي حاجة موجودة. طبعا صفحة بيضاء ما فيهاش اي حاجة، فانا اعمل لكم اي حاجة دلوقتي عشان احركها قدامكم. هجيب مثلا شكل اي حاجة، دايرة مثلا هرسمها تمام كده، وبعدين اجيب الاداة ديت اللي تقدر تخليني احرك الرسمة زي ما انا عايزة في اي مكان. ان انا اقلبها، طبعا هي عشان دايرة مش باين انها ازاي هتتقلب، يعني دي المنظور بتاعها، ممكن اخليها حسب الزاوية اللي انا عايزة احطها فيها يعني. طيب نيجي للي بعد كده، الأداة ديت اللي بعديها دي بقدر ألون السكتش كله أو الصفحة كلها بلون واحد، أو إني أضيف ألوان كتيرة زي دي مثلا، درجات بغير فيها في الاتجاهات زي ما أنا عايزة، أمد لون، أقصر لون، يعني أنا ليا مطلق الحرية في إن أنا أتحكم فيها في أي شكل وفي أي مكان. دي طبعا ان انا اعمل دايرة في النص مثلا، لو انا عايز ادمج كذا لون مع بعض يبقى انا عندي اسود وعندي الوان تانية. دي برضو انا مش بستعملها كتير غير لو ورا الرسمة الاوردر او حاجة ممكن اعملها. اديني بضيف لون تاني. طيب انا هحاول ارجع تاني بقى. بعد كده بدخل على أداة المسطرة، دي أروع أداة ممكن تلاقيها في البرنامج ده، إن أنا بقدر أرسم الخط زي ما أنا عايزة. كمان في مسطرة بتكون مايلة شوية، ديت برضو للمنحنيات بقدر أرسم بيها زي ما أنا عايزة، دي تحفة برضو أنا بستعملها. ممكن أرسم الناحية التانية، او اني ارسم في الاتجاهين بتوع المسطرة فوق وتحت كده. تمام، دي مسطرة دائرية برسمه وبغير في الشكل والحجم يعني براحتي، تديني الشكل مظبوط، بصور بكبر زي ما انا عايزة. طيب نيجي للأداة اللي بعديها،
ديت بتديني مدى حرية القلم. بس ثواني نسيت اعمل لكم دي، ده برضو مسطرة بس بتعمل نفس الشكل الناحية التانية بس بالظبط من غير اي اختلاف. مش عارفة هي باينة عندكم او لا، بس ثواني مش عارفة انها تبين، بس هي بتدي نفس الرسمة. ثواني هفتحلكوا لاير تاني عشان تبين. بترسم نفس الشكل في كل الاتجاهات، حاجة كده عظيمة يعني. دي حلوة في رسم الرموش، في رسم الحاجات اللي في منها جزئين ناحيتين، بترسم نفس الشكل ده في نفس الشكل الناحية التانية من غير ما تقعد تعيد اكتر من مرة يعني. انا بعرض لكم كل الاشكال بتاعتها لانها طبعا مختلفة. طيب بعد كده عندي اللي هي الاشكال زي ما قلنا. افتح لاير تاني عشان تبان الخط مستقيم، لو انا عايز اعمل خط مستقيم دايرة او مربع. بعد كده بروح لمدى حرية القلم، ان انا بتحكم فيه من 1 لـ5 براحتي. بيكون سلس شوية في الاول وبعد كده بيزداد شوية صعوبة، يعني بتحس ان القلم ممسوك شوية، الخط مظبوط، لكن لو لغيت الخاصية دي الخط مش هيتعدل معاك بسهولة يعني، هتعاني جدا. دلوقتي انا هوريكم يعني دي مهمة جدا، انا بخليها على 3 غالبا. انا لو طفيتها او ما خليتهاش موجودة زي ما انتم شايفين اهي، هتلاقوا الحرف حتى مش مظبوط مش زي التانيين، ودي غلط، الباقي كله صح. بعد كده انا لو عايزة اضيف صورة بتاعت باليتا او حاجة، ودي مسطرة الهندسة، ابعاد وزوايا وكده يعني. انا مش بستعملها يعني، انا شغلي مش هندسي، انا ديجيتال وكده، فما بستخدمهاش اصلا. دي لو عايزة اضيف توقيعي او اضيف اسمي او اضيف اي نص للرسمة اللي انا رسمتها. مثلا هكتب اسمي، اختار الخط اللي انا عايزاه، هو مفيش خط كتير عامة، بس انا بحب يعني امضي من اي برنامج نصوص بره يعني، احط ان انا اكتب اسم باي برنامج نص بره مش هنا. دي بقدر اغير في المكان بتاعها، في فوق او تحت، يمين او شمال، زي ما انا عايزة. ده المنظور برضو بتاعها، بقدر اخليها زي ما انتم شايفين كده. بعد كده لو انا عايزه اعمل ريكورد للشاشه وانا برسم، بفعل الخاصيه دي، بس عشان انا عامله فمش هينفع اعمل دلوقتي. افتح لاير تاني بقى عشان اوريكم الحاجات التانية. دي طبعا الفرش، طبعا مش شرط ان كلها تستعملها او تستعمليها، لان ليها مجالات كتير، في ديجيتال، في فيكسل، في حاجات كتير، فانا مش كل الفرش دي بستعملها، بس برضو هشرحها لكم. دي الاعدادات بتاعتها، عظيمة الفرش دي حرفيا. دي باليتة الالوان، البرنامج ده ممتاز في موضوع باليتة الألوان، بيضيف لي ألوان البشرة، ألوان الأشجار، البلاك، كل حاجة زي ما انتوا شايفين بأي درجة وبأي لون، وأغير وبعدل فيها زي ما أنا عايزة. بعد كده خانة اللايرات، اللايرات هي عبارة عن طبقات فوق بعض زي ما انتوا شايفين. لو عايزة أحذف حاجة بضغط عليها ضغطة مطولة وأروح بيها فوق في الباسكت. دي بقى لو تضغط على لاير واحد بس بيجي لك كوبي بنسخ منه، او اني بقص اللاير. الأداة اللي بعديها ديت لو انا عاملة كوبي وححط بيس بقى خلاص ان انا يعني هلزقها تاني. دي ان انا اكرر نفس اللاير، او اني كمان ادمجها او امسح اللي جواها، او اني ادمج طبقتين او ادمج 3 طبقات برضو. كمان ان انا بقدر اعمل مسح او قفل لللاير، لو عملت قفل لللاير مش هيخليني ارسم عليها، شوفوا هيقولي لازم ان انا اعمل اللوك الاول. قدرت ان انا ارسم، لكن لو هي مقفولة مش هعرف ارسم عليها، لازم اشيل القفل عشان اقدر ان انا
ارسم على الاسكتش بتاعي عادي. هنا بغير الالوان زي ما انا عايزه، والاداه اللي بعديها برضو بس انا هخليها بقى اسود، مش هيبان بقى لو انا عملت فيها دي، لو انا عايزه اغير الالوان. واللي بعديها كمان نفس النظام، بس طبعا لانها سودة يعني من الاول انا حافظاها مش ملونه يعني. ديت ان انا بقدر اغير في الشفافيه يعني تكون خفيفه تقيله زي ما هي. ده موضوع طويل جدا، هعملكوا فيديو تاني مخصوص ليه. ده بقدر ان انا احدد بيه اللاير العيني كله لونه احمر، لاير الشعر يكون اصفر، يعني بميز بس الطبقات بتاعتي بالوان معينة عشان ما تتوهش مني. دي الميزة بتاعتها يعني، بتستعملش في اكتر من كده. يا رب اكون قدرت ان انا افيدكم. هو البرنامج لسه طويل جدا، فان شاء الله انا هعمل فيديو تاني اشرح لكم فيه بقية الحاجات اللي انا ما شرحتهاش في الفيديو ده، بس هخليه لكم في الهايلايت عندي علشان ترجعوا له تاني وتشوفوه من اول وجديد للناس اللي هي مش عارفه تستعمله كده. باي باي.